طبعا السنه قلنا بتميز عن باقي السنوات، عملنا قلعة التراث العالمي اللي هي تتكون من 8 دول اللي هي طاجكستان، وعندك المالديف، العراق، المغرب، والسودان، واليمن، وعندك لبنان. طبعا كل دولة تقدم لنا من منتجاتها، عندهم منتجات يدوية، وعندهم صناعة الصابون، وعندهم حرف يدوية وغير كذي. يعني عملنا ستيج صغير حقهم عشان يقدمون لنا عروضهم هي حية، بحيث ان الجمهور يقعد يشوف يعني شو اللي قاعد يسوونه من منتجاتهم ويعرضون لنا اياه.